يعني طب عايز ارجع شويه برضو، اختيار الشناوي وعودته للنادي الاهلي، كان في مفاضله بين الشناوي ومين يا كابتن بص احنا ساعتها؟ قول لي احنا اسماء. لا ما كانش في مفاضله، احنا كنا انا كنت حاطط اتنين حراس مرمى، اه نجيب واحد منهم شناوي تمام وعلي لطفي. حلو. بس لو جبنا علي لطفي، لو جبنا الشناوي يبقى السنه اللي جايه نجيب مين؟ علي علي. لطفي، لو جبنا علي وفعلا لطفي عملته كده. ما ده اللي حصل. لو جبنا علي لطفي المفاوضات ما عرفناش نخلص الشناوي، نجيب علي لطفي، يبقى السنه اللي بعدها نجيب مين؟ شناوي الشناوي. انا حطيت اتنين. احنا كنا قاعدين، احنا بص الجهاز الفني بيقعد في نهايه الموسم بيقعد يقيم ويشوف بنقعد نقيم الاحتياجات. ونشوف الاحتياجات. على فكره لما جبت الشناوي كان ايام مارتن يول، فكر بس مشي مارتن يول وجي كابتن حسام. صح. فاحنا قعدنا كجهاز فني، كان رئيس قطاع وقتها كابتن عبد العزيز عبد الشافي، وكان مدير الكوره كان وقتها كابتن سيد عبد الحفيظ، وكان بقى الكابتن كان بقى كابتن اسامه عرابي وعظيمه فاكر فاكر وبقيه الجهاز كله. وقعدنا كجهاز قلنا كلمنا في كل حاجه، وجيت الدور عليا انا لما جينا نتكلم في حراسه المرمى، قلت لهم احنا محتاجين نجيب حارسين، تمام. هنجيب حارس السنه دي والسنه اللي بعدها هنجيب. قال لي طب مين اللي مترشح؟ انت كاتب لهم؟ انا كاتب لهم مين؟ الشناوي شنو؟ وعادل لطفي. الشناوي كان امره سهل، كان باقي له بس سنه واحده في او في سنه عقد. واحده في بتروجيت، فخلص. حتى انا للأسف. عملت ايه بقى عشان برضو انا خليت اخويا اكلم الشناوي. والله. والشناوي راح له بيته، اخويا عزمه في البيت عنده في مدينه نصر، وقلت له خد الشناوي عندك في البيت وانا هاجي لك تمام اخلص تمرين وهعدي عليكم. تمام وده اللي حصل بالظبط. كلم اخويا مرن الشناوي سنتين، اخويا ماهر سليمان ده طبعا. مدرب حراس مرمى دلوقتي في الظفره في الامارات، مرن الشناوي سنتين في الحموده. فعارف امكانياته. هو لا مش هو صاحبه يعني، صح، هم اوكي، مقرب جدا يعني. فقلت له هات الشناوي عندك في البيت وانا وانا هاجي جاي لك. وانا جاي لك. وفعلا رحت البيت وقلت له الشناوي احنا عايزين نجيبك النادي الاهلي، عندك استعداد؟ قال لي يا كابتن ده انا نفسي ارجع النادي الاهلي تاني. طبعا كان الشناوي مشي بقاله 8 سنين. مفهوم. وفعلا قعدت مع الشناوي ظبطت الدنيا معاه، قلت له يا شناوي ان شاء الله هنخلص الموسم ده وهنجيبك. عايز اسالك يا كابتن اسئله باجابات سريعه. تمام. ايه المشكله اللي عند الشناوي لازم يشتغل عليها في رايك؟ مشكلة ايه؟ مشكلة فنيه مثلا. فنية؟ الشناوي ما عندوش مشاكل فنية حلو قوي خالص. التصريح، ما عندوش اي مشاكل لا ما فنيه عندوش اي ولا مشاكل حتى فنية، الفوت ورك بتاعه ولا اي. بس عنده اخطاء طبيعي طبيعي طبيعي. طبيعي. انما الشناوي، الشناوي عنده مواصفات شخصية تمام جبارة، حلو مواصفات فنية، طبعا مواصفات جسمانية، طبعا. ما عندوش وقائد مشاكل. قبل كل ده، قائد طبعا بما يعني بص معنى الكلمة يعني. الشناوي ما عندوش أي مشاكل خالص، إنما كويس طبعا طبيعي إن بيبقى عنده أخطاء طبيعي. تمام. هل أنت مع عودة فكرة التعاقد مع حراس مرمى أجانب في الدوري المصري لا ولا ضدها؟ عمري ما قلت إن أنا موافق إن حراس مرمى يرجعوا الدوري. خالص. كارثة كارثة. كارثة حصلت مرة من في كام سنة كده، وبدأ الدوري المصري يبقى أنا عديتهم وعندي. لو كنت أعرف أنت بتسألني السؤال ده كنت جبت الأجندة معايا. تمام. بقى في 16 نادي في مصر عنده حراس اجانب، حراس أجانب، مشكلة طبعا، 16 نادي في مصر مشكلة طبعا. منهم مين؟ مين؟ النادي الأهلي.